بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم توقيع اتفاقية بين نادي الهلال وشركة إعمار، ونشكرهم على احترافيتهم وتوقيعهم مع نادينا نادي الهلال. هذه إن شاء الله الشراكة الاستراتيجية ستحقق أهداف وتطلعات جماهير الهلالية، وستكون إن شاء الله لها مردود كبير لشركة إعمار. نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق، وإن شاء الله توفيق لنادي الهلال ورعايات أخرى وأفضل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله هذه بداية فترة هذا المجلس، توقيع رعايات مع شركات، والشريك الاستراتيجي اليوم شركة إعمار العقارية، وإن شاء الله أن كل شيء يسعد الجمهور الهلالي ويحقق رغباته دائما بيكون الأول في كل المجالات. سنعمل بكل جهد إن شاء الله لتحقيقه.